هذا الآن هو difference amplifier. راح أقدر أطرح two voltages من بعض وراح نطبق. هلا إحنا superposition، إيش بتقول superposition؟ superposition بتقول لي، طبعاً superposition هي أحد خصائص اللينيارتي. أي سيستم اللي هو linear تضبط فيه linear system دائماً تضبط فيه superposition. superposition بشكل عام بقول إذا عندي linear system، إذا دخلت له x1 ونتج عن x1 y1، وإذا دخلت له x2 ونتج عن x2 y2، معناها أكيد إيش؟ x1 بس إذا دخلت له x1 زائد x2 هذا نفس السيستم، راح يعطيني y1 بلس y2. هذا مش صحيح للنون لينير سيستمز. إذا عندي سيستم كان نون لينير، ما بقدر أضمن إني إذا دخلت x1 زائد x2، لأنه ممكن بوصل الساتوريشن تبعته، ممكن في مشاكل معينة، ممكن هو ما بعطيني لكن إذا السيستم كان لينير ودخلت له x1 الريسبونس لx1 كان y1 والريسبونس لx2 كان y2، معناها الريسبونس لx1 بلس x2 حيعطيني y1 بلس y2. بما معنى اذا انا عملت كيلينج، هلا اذا دخلت x1 وx2 عملت كيلينج لx1 وطلعت الاوتبوت، الاوتبوت راح يكون هو الريزلت تبعت x2. اذا بعدين عملت كيلينج لx2 وطلعت الاوتبوت اللي هو كان ريسبونس لx1، ما في عندي مشكله الان اقول اكيد اذا انا دخلت x1 زائد x2 راح يعطيني y1 بلس y2. هذه احد خصائص اللينير سيستمز. السوبربوزيشن ما بقدر اطبقها الا اذا كنت متاكد انه السيستم لينير. في الحياه الواقعيه ما فيش شيء اسمه لينير، في شيء تقريب بنقربه للينير، بنقول انه هذا الاوبريشن تبعه بيقترب من اللينير. اذا نفس الشيء الان رح ناخذ، رح ندمج الدائرتين الان الانفرتنج والنون انفرتنج. رح اخذ هاي اعتبرها مثلا ار1، وهاي رح اسميها ار2. بعدين الان هلا ممكن احط، ممكن في البدايه احطها هيك، او ممكن كمان اخذها وراح نشوف ليش ممكن اخذها هيك. خليني اخذ الحاله الابسط اول شيء، بعدين راح اخذ الحاله R3. هلا هون حط تزبط، حط هون عندي الـ هذا اذا كان هذا V1 of T وهذا V2 of T وهذا عندي هون V out of T، V out of T بده يساوي، انا بعمل كيلينج لواحد من السورسز، بعمل كيلينج لفي 2، فالاوتبوت راح يكون ماينس ار1 على ار2 مضروب في في 1 اوف تي زائد. اذا بعمل كيلينج لفي 1 راح يكون الاوتبوت عندي من في 2 ناشئ عن في 2 راح يكون 1 زائد ار1 على في 2. هلا اذا قدرت اني اعمل هون ار1، هلا هون ما زبطش عندي الديفرنس، ليش؟ لانه هاي القيمه مختلفه عن هاي القيمه. شو ممكن اعمل الان؟ بحطهم مقاومه رابعه اسمها ار4. هلا اذا اخذنا ار3 وار4، خلينا نطلع هاي المقاومه، رح افترض انها كبيره، فرح اطلع على الفولتج ديفيجن اللي بيصير هون، مزبوط؟ شو الفولتج اللي بوصل النقطة هاي بدلالة V2؟ V2 of T رح يساوي R3 على R4 زائد R3، مزبوط؟ R4 عفوا على R3 زائد R4. محل هلا هاي رح اضربها لأن هاي رح تنضرب بالإضافة لهذيك، فرح يصير عندي R4 على R4 زائد R3. هلا هاي حتى تصير V2 minus V1 بده يكون هذا الكوفيشنت بيساوي الكوفيشنتس هدول اللي موجودين هون، فبصير عندي بدي R1 على R2 يساوي R1 على R2 زائد 1 مضروب في R4 على R4 plus R3. أحد أسهل الطرق هون إني أعمل، إني أعمل R. هلا لو عملت، خليني اضبط هذه من هون، فهاي بترجع عندي R1 زائد R2 على R1. هلا كيف ممكن اعمل بحيث انه هاي تطلع معي متساوي؟ اذا حطيت R4 بتساوي R1 على R2، لو عملت R1 بتساوي R4
يس ار 3 بتساوي ار 2 اذا عملت ار 1 زائد ار 2 بتساوي ار 3 زائد ار 4 وبعدين عملت ار 1 زائد ار 2 بتساوي ار 3 على ار 4 راح يشطب الاثنين راح يصير عندي ار 4 على ار 1 لا ما بزبط الدور مش على ار 2 مش ار 1 وين اللي على ار 2 ار 1 زائد ار 2 هاي مزبوط على ار 2 هي 1 زائد ار 1 على ار 2 على ار 2 مزبوط صحيح اللي عملت ار 4 بتساوي ار 1 تزبط ار 4 بتساوي ار 1 وار وار 3 ار 3 بتساوي ار 4 اذا هذول الاثنين متساويين ار 4 اذا ار 3 بتساوي ار 2 مزبوط تزبط معي إذا هدول كانوا صحيحين R1 بتساوي R4 R2 بتساوي R3 إيش رح يصير عندي هون؟ محل R4 رح أحط R1 وهون عندي R1 زائد R2 وهون R2 وبعدين محل R4 حطيت R1 محل R3 بحط R2 وهون إيش بيجي عندي؟ R1 هاي بتشطب مع هاي بصير R1 بتساوي R2 إذا هون بدي أحط R1 بتساوي R4 هاي R1 R4 هاي بتصير R1 وهاي بتصير R2 صار الأوتبوت شو بيساوي؟ V out of T بتساوي V2 of T minus V1 of T ماشي؟ هل زبط عندي كمان البالانس للريزيسترز؟ R1 مضبوط لأنه هاي رح تصير R1 in parallel مع R2 وهاي رح تصير R1 in parallel مع R2 وقف هذا ماشي واضح